دلوقتي بقرا مسلسلين وفيلمين، فان شاء الله في فتره. ماكي في سلمى الفضل. انا بقالي فتره بس بتفرج، اصل الفرجه جزء من التعليم، يعني انا لازم اتعرف ايه اللي بيحصل، مين الجديد، ايه اللي بيحصل جديد، ايه اللي يتعمل، ايه اللي ما يتعملش، الجمهور عنده تخمه من ايه، زي النكد مثلا، جمهور كفايه نكد لحد كده مثلا. ففي حاجات يعني لازم الواحد يقيس قبل، يعني ادرس شويه واشتغل شويه شويه، تقعد في كرسي المتفرج وشويه تقف على المسرح علشان تعرف ما تفقدش الاتصال بينك وبين الناس. فان شاء الله قريب عندي بقى فتره، يعني انت عايش فني جاي، لان انا كان عندي فتره نحس شويه كان فيها الكثير من سوء الحظ، يعني البومي اتحرق في استوديو ليلى، مسلسل دخول في الممنوع ما اكتملش تصويره مع استاذ محمد نجار، كل يجي عمل معين ما يكملش، مسلسل الشهره مضيته مع الهضبه ما اتعملش. فيعني ايه، كان عندي سوء حظ كده، او في حد مركز معايا زياده بخاري نفسك في حد مركز معايا، بس ولو على مين ما يقدروش عليا. فالمهم كان عندي شويه كده ايه عكوسات زي ما بيقولوا، بس ان شاء الله الفتره الجايه هتكون احسن، حتى الفلك غير الكون غير الكواكب غيرت مكانها.